السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنكمل بقية المحاضرة اللي فاتت، اللي هي كانت بتتكلم على الـ Change Management أو إدارة التغيير، وإزاي هنكمل موضوع التغيير في الـ Organization. لو فاكرين المرة اللي فاتت آخر حاجة وقفنا عندها هو الأربع أنواع بتوع الشركات، وإزاي الإدارة بتاعتهم بتمشي، سواء كانت البيروقراطية أو اللي هي الـ Control أو الـ Collaborate أو اللي هي التنافسية أو اللي فيها creativity عالية. وعرفنا خصائص كل واحدة فيها، وعرفنا إيه هي الحاجات اللي ممكن تتماشى معاها، وإيه الحاجات اللي بتتعارض مع نوعية الإدارة دي. النهاردة هنتكلم بقى على الـ change نفسه، change culture والـ change management. هنعرف إن الـ change management قلنا إن إحنا يعني حتى كده لو سألنا نفسنا يعني إيه change management، قلنا إن إحنا عايزين نغير طريقة الإدارة اللي ماشية بيها الـ organization. أنت ليه بتعمل كده؟ لأن أنت شايف مثلا في عندك شوية مشاكل بتحصل في المكتب، وأنت مش عارف تكنترول الدنيا كويس، فبتعمل إيه؟ فبتقول خلاص أنا يعني أنا كنت حاطط عندي مبادئ معينة عايز أمشي عليها، بس أنا مش حاكمها، مش عارف أنظمها كويس. فانت بتعمل ايه؟ تحاول ان انت تغير من الرؤية بتاعتك من البداية اصلا، وتحاول تشوف انا تراجع الرؤية بتاعتك في مكتبك كان شكلها عاملة ازاي. حتى لو انت مهندس بس تحاول تراجع نفسك، انا كنت بشتغل ازاي؟ هل انا كنت بقول انا هشتغل وهعمل شغل الفلاني بس ما بطلعه بجودة مش كويسة مثلا؟ وانت في المكتب بتلاقي ان انت قلت انا كاتب في الفيجن بتاعتي ان انا بسترس على الجودة وعلى اني اطلع شغلي كويس. طب بس اللي طالع مش كده، اللي بيطلع الحاجات المخرجات بتاعت شغلك ما هياش بالكواليتي اللي انت عايزها. فانت بتعمل ايه؟ تروح تراجع نفسك تقول لا انا قلت انا عايز احقق الجوده، بس انا ما حطيتش خطوات تفصيليه لتحقيق الجوده دي، لمراقبتها، لان انا اتاكد ان كل حاجه فيها مظبوطه. يبقى انت بتقرر في الاول ان انت عايز تعمل تشينج لطريقه اداره العمل جوه المكتب عشان توصل للهدف بتاعك اللي انت كنت حاطه، وتحقق الرؤيه اللي انت كنت حاططها، وبالتالي بتحط خطه معينه عشان كل الموظفين يمشوا عليها. يبقى التشينج مانجمنت استراتيجي دي او البلان اللي انت حاططها دي مجرد بلان عشان تخلي الناس اللي عندك يتغير طريقه تفكيرهم وطريقة شغلهم وطريقة متابعة العمل بتاعهم من الطريقة القديمة اللي كانوا بيشتغل بيها لطريقة تانية جديدة عشان تحقق نتائج أفضل. لو تفتكروا احنا كنا بنقول ليه كنا بنتكلم في الأول على الكالتشر والبيهيفير بتاعة المكان، عشان هي دي الأساس اللي أنا هغير منه، بغير العادات بتاعة الناس وطريقة تفكيرهم وطريقة البيهيفير بتاعهم عشان أوصل إن أنا أحقق إن أنا أغير السيستم بتاع المانجمنت. لأن البني آدم لما بيكون بيتعود على حاجة دي مشكلة كبيرة، بتخليه يفضل ماشي عليها من غير ما يفكر، هو ماشي كده وخلاص، هو شايف إن الشغل ماشي وخلاص. بس هل الشغل ماشي بالطريقة اللي أنت عايزها، بيحقق الهدف بتاعك ولا لأ؟ ده مش في باله قوي، هو بيجي بيحضر يعمل شغله ويروح شكرا. ان هو يبقى استرس على ان الحاجه تطلع مظبوطه ولا لا، دي للاسف مش موجوده في كالتشر كتير قوي. عشان كده بنحاول نغير الكالتشر دي بتاعت الناس بطريقه شغلهم، طريقه المتابعه، طريقه استلام الشغل من كل الناس، سواء كان الليدرز من المهندسين او المانجرز من الليدرز، وهكذا في كل الدرجات بتاعه المانجمنت. يعني خلينا نشوف، طب بيبتدي منين؟ زي ما قلنا من الفيجن، نغير الفيجن بتاعتي. بدل ما انا كنت بقول انا عايز احقق جوده وخلاص، لا انا عايز احقق الجوده وعليها انا هعمل 1 2 3 4 عشان احقق. فهي دي الاستراتيجي اللي انت بتحطها عشان تحقق الفيجن بتاعتك دي، اللي بتحقق التارجت او بتحقق الجول او بتحقق الاوبجكتيفز او بتحقق كل اللي انت عايز تحققه داخل المكتب. زي اكزامبل مثلا، انت عندك في المكتب زي ما قلنا كان بتطلع المهندسين كانوا بيشتغلوا شغلهم عادي خالص، بس كان في اخطاء معينه بتتكرر كتير جدا. طب الاخطاء اللي بتتكرر دي كان بيتم تصليحها؟ كان بيتم تصليحها، بس مين اللي بيصلحها؟ المهندس نفسه؟ لا، اللي بيصلحها الليدرز، اللي بيراجعوا، اللي بيعملوا ريفيجن، اللي بيعمل كوردينيشن. فانت كده صلحت الخطا، لكن عندك المهندس نفسه اللي عمل الخطا ما عرفش الغلط بتاعه ايه، وبالتالي هو ما اتعلمش، فبالتالي بيعمل ايه؟ كل مره بيعمل نفس الغلطه، فبيبقى عندك تكرار لنفس الاخطاء، ممكن في نفس المشروع وممكن في مشروعات تانية. يبقى انت كده الاستراتيجي بتاعتك بتاع تصحيح الاخطاء مش صح. يبقى انت المفروض تحط استراتيجي عشان تعلم اللي اخطا انه الخطا بتاعه ده فين وليه وازاي وتصلحه ازاي، فبالتالي ما يغلطش فيه تاني، فبتقلل عدد الاخطاء جراديولي، وفي الاخر هتطلع جوده اللي انت عايزها احسن.
لان انت بتعمل متابعه وبتعمل تصحيح للاخطاء بطريقه صح، وبتعلم اللي بيخطئ الخطا بتاعه ايه عشان ما يكرروش تاني. فانت كل الحكايه من الفيجن في الاول خالص بتغير الموضوع بقى، بتخش شويه ان ديتيلز، مش مجرد بتقول انا عايز جوده وخلاص، لا بتحط بقى استراتيجي معينه لتحقيق الجوده دي ولتحقيق الفيجن ده ولتحقيق الجول بتاعك ان ديتيلز. طيب خلينا نشوف. طب انا دلوقتي قلت انا عايز اعمل تشينج مانجمنت، وقلت للمديرين بتوعي وقلت للليدرز والكلام ده، بس الناس هتنفذ الموضوع ده ازاي؟ هتحس باهميته ازاي؟ لازم في الاول بيبقى في خطوات عندنا كده، 8 خطوات بتعملها علشان تتاكد ان خطه التغيير ان شاء الله ايه هتتنفذ. اولا لازم تحسس الناس بان هي حاجه ملحه. ازاي؟ يعني بقول دلوقتي يا جماعه احنا ماشيين في بمعدل بطيء مثلا، في ان انا بسلم اللوح بتاعتي، ان انا بتاخر دايما. ليه؟ لان في اخطاء كتيره فبنقعد نكرر كتير، بروح للعميل وبرجع كذا مره. ليه؟ مش تعديل من عنده، لا اخطاء من عندنا. يبقى انا في عندي مشاكل كبيره، انا محتاجه ان انا اغير طريقه العمل جوه المكتب عشان تقللي الاخطاء، تقللي المراجعات اللي عند العميل، تقللي المشاكل اللي بين الكوردينيشن، فتقللي الاخطاء الموجوده في الموقع. وبالتالي ده هيعمل ايه؟ هيساعد في ان انا اخلص شغلي صح في وقت اقل، فيجيب لي ريورد فلوس كويسه من العميل، واخد فلوس اكتر، فاخد عدد مشروعات اكتر، فزود البروفيت اكتر، وبالتالي هيعود على الموظفين بديهم مثلا مكافئات، ان ازود مرتباتهم وهكذا. وبالتالي هنا في وين وين سيتويشن. حضرتك بتكسب ثقه العميل بانك بتقلل الاخطاء، بان انت بتعمل الشغل بسرعه، بان انت بتاخد منه اكتر من مشروع، وفي الانترنالي بتعمل ايه؟ مستوى المهندسين عندك بيعلى، عدد الاخطاء بتقل، سرعه انجاز المشروعات بتزيد، وبالتالي البروفيت بيزيد، فبالتالي بتعود عليهم انت بالفلوس اللي انت كسبتها، ان انت بتديهم بروفيت او بتديهم بونس مثلا. فبالتالي هيحسوا فعلا اه لا احنا لو غيرنا طريقه شغلنا الكلام ده هيعود علينا بايه؟ بالنفع. يبقى لازم تنكريز الارجنسي، تقول لهم يا جماعه احنا لو ما عملناش كده ده هنخسر وبلا بلا بلا واتفر هتقول ايه، بس في الاخر لازم يبقى في اقناع للناس كلها كلها، المديرين والمهندسين، لان كل دول هيبقوا انفولف في عمليه التغيير. تمام. بعد كده بتعمل التيم اللي هيحقق لك اداره التغيير دي، لان انت خلي بالك ان موضوع التغيير ده ممكن تعتبره على انه بروجكت. يعني ايه؟ يعني انت عندك دلوقتي مشروعات شغاله في المكتب، هات تيم واعمل يبقى التيم ده شغلته هو اداره التغيير، عمل التغيير، تحقيق التغيير في اسلوب الاداره وفي اسلوب العمل والتدريب وكل الكلام اللي انت عايز تعمله. مش لازم يكون ده الفول جوب بتاعهم، بس يبقى مثلا بارت تايم بتاع الشغل بتاعهم من شغلهم العادي في المشروعات اللي هم بيعملوها، جزء منه هيشتغل فين؟ في اداره التغيير ده. فلازم عشان تبيلد التيم ده، وهنعرف هو هيتكون من ايه، لازم يكون تيم يكون واعي جدا، من اللي هم الناس الكليفر قوي عندك، الناس البرودكتيف قوي، الناس اللي هي كل حاجه عندهم بيعملوها صح، بحيث ان هم يقدروا يحققوا لك اللي انت عايز تعمله في التغيير ده. Get the vision right. يعني ايه؟ هتراجع نفسك بقى من الاول خالص كجول وكفيجن وكميشن والكلام ده، هترجعها تاني وتحاول تصلح كل اللي فيها، بحيث ان انت تحط قدامك كده، تكتب كده قدامك بخط عريض وكبير جدا، انا محتاج ان اغير 1 2 3 4، وانا عايز اعمل كذا 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 والكلام ده. ان انت لما بتكتب الكلام ده مخك نفسه بيترجم الكلام ده لافعال، لكن لما تفضل كل فكره في دماغك هي مجرد فكره ما هياش مكتوبه بتتنسي، او بتخش جوه الصندوق اللي فيه بقى مليان افكار كتير فتتلخبط على بعضها. فدايما لما يكون عندك فكره كويسه عايز تعملها اكتبها، بتبقى مكتوبه، لما بتكتبها خلاص بتبقى وضحت للمخ، فبيقدر ان هو يساعدك على ان انت تحققها. كوميونيكيت فور باين. يعني ايه؟ يعني حاول تسوق للفكره بتاعتك دي جوه الشركه، عشان الناس كلها تبقى ايه؟ متبنياها زيك، حاسه بقيمتها زيك، تساعدك في انك تحققها، مش بيحسوا ان هي مجرد حاجات انت بتأمرهم بيها وخلاص على كده، ومحدش فيهم حاسس بقيمتها. لا، لازم يحسوا بقيمه الكلام ده، فتعتبرها كانها برودكت او بروجكت وانت بتسوق له. فالناس اللي جوه لازم كلها تكون مقتنعه. امباور اكشن، يعني هتعمل طبعا، هتصدر لكل الاوامر والقرارات وكل الحاجات المطلوبه عشان تنفيذ الخطه اللي انت حاططها لتحقيق التغيير ده. كرييت شورت
تيرم وينز، يعني تعملها فيزز. كل فيز من اداره التغيير دي او التغيير اللي انت هتعمله ده لازم تبقى في نهايه الفيز دي يكون في حاجه كويسه بتطلع بريورد على الناس وعليك وعلى كل الشركه. فبتقسم تحقيق التغيير ده لمراحل، كل مرحله انت هتكسب ايه في اخرها، الناس هتحس بالتغيير ازاي. يعني مثلا هنقول في الاول احنا هنبتدي بان احنا نغير طريقه المراجعه علشان يبقى الاخطاء اللي بتتعمل تتصلح على طول. يبقى في الحاله دي بعمل ايه؟ بدي بقى على طول تدريبات للناس اللي هم المهندسين اللي بيعملوا الاخطاء دي، بجمعهم مع بعض واديهم كورس واعلمهم، يبقى كده خلاص علموا اتعلموا من اخطائهم وعرفوا ايه الصح. فكده انت كده ضمنت الناس دي مش هتعمل ايه؟ المشاكل تاني، مش هتعمل تاني الاخطاء دي. فانت كده كسبت بان الناس دي مستواهم اترفع في الموضوع وبقيت في العمل وبقى مستواهم احسن، فالاخطاء هتقل، فانت كده كسبت حته. يعني عايز تعلمهم ريفت مثلا بدل ما هم بيعملوا اوتوكاد، ادي انت خلاص ادي برضه حققت حاجه كويسه ان هم بقوا مستواهم اعلى، فانت بتبقى كده متاكد ان مستوى الشغل هيبقى عالي، الاخطاء هتقل، الجوده هتبقى احسن، كل حاجه هتخلص في سرعه اكتر ان شاء الله ومش هياخد وقت طويل. دونت ليت اب، يعني ما تزهقش، خلي دايما كده عندك انت مستمر، انت عندك اصرار على تحقيق الهدف بتاعك وهو ان انت عايز تعمل تغيير في الشركه للاحسن. ميك تشينج ستيك، يعني خلي ان التغيير ده اسلوب حياه مش مجرد حاجه وخلصت على كده. طب بنعمل ايه؟ نقول بيلدينج استراتيجي، قلنا هنحط استراتيجي عشان نحقق الخطه بتاعتنا دي، وقلنا وانفولفنج كي ستيك هولدر، يعني لازم تخلي الناس كلها حتى المهندسين بكل الليفل بتاعت المديرين يكونوا معاك وفاهمين انت بتعمل ايه علشان يبقى مجهوداتهم يعملوها بقلب، ما يبقاش كل واحد بيشتغل على ان هو بيعمل اي حاجه وخلاص. وتحاول ان انت توصل رساله التغيير بطريقه واضحه عشان الناس تبقى فاهماها زي ما قلنا. And identify most effective communication channels، يعني كل حاجه انت عايز تقولها عرفها للناس بكل الطرق، مش مجرد ممكن تعمل لهم اجتماع وتشرح لهم، وبعدين مع المديرين الكبار، مع المديرين اللي هم الليفل ميديوم ليفل، وبعد كده اللي هم الفيرست ليفل، وبعد كده الفيرست ليفل يقعدوا مع التيم ليدرز، ومع التيم ليدرز تقعد مع الستيك هولدرز او اللي هم المهندسين عشان تفهمهم وتعرفهم بالظبط كل واحد فيهم دوره هيبقى عامل ايه. وانشورنج فولو اب طبعا، دي اهم خطوة، وهو ان انت تبقى متابع لكل اللي بيحصل وتحاول تعمل كوركشن لاي حاجة بتحصل. لو انت مثلا اصدرت قرار انك تعمل حاجة بس الحاجة دي طلع فيها اخطاء او مش عارفة تمشي مظبوط، هروح تغيرها بحيث انها تمشي بطريقة احسن. طيب تعالوا نشوف. طبعا احنا عارفين ان البني ادم دايما بيحس بالراحة فين؟ في الكمفورت زون بتاعه، في الناس اللي هو بيعرفهم، بيمشي في الطريق اللي هو ماشي فيه. مهما لما تبقى رايح الشغل بتمشي من طريق معين، ما بتحبش تروح من طريق تاني. ليه؟ لان انت خلاص انت اتعودت على ده ومش عايز تغيره. لكن لما بتيجي تمشي من طريق مختلف بتبقى حاسس ان انت قلقان لان خرجت من الكمفورت زون بتاعك. ولو رحت تشتغل، سبت الشركه ورحت شركه تانيه، رايح مع ناس ما تعرفهمش، فبتبقى حاسس ان انت قلقان. فدي بتبقى في مراحل كده اسمها المراحل بتاعت التغيير، اللي هو ايه دلوقتي. زي مثلا هقول لكم على قصه حصلت معايا. انا مثلا كنت بشتغل في الاي سي ك ليزر اندستري، فكنت بقى متعوده على المكان وعلى الناس وعلى الحاجات دي كلها. وبعدين فجاه قال لا، انت مش ينفع تشتغلي معانا تاني كليزر اندستري، انت هتدرسي بس. طبعا ده تغيير كبير في حياتي، ان انا مش هيبقى عندي وظيفه يوميه وهقعد في البيت وهدرس بس وحاجه زي كده. فكنت في الاول بحس ان انا متضايقه ومش عايزه، يعني رافضه القرار ومش عايزه اعمله، لان انت كده بتشقلب حياتي خالص، طب هعمل ايه؟ وبعدين بعد شويه بقيت اقول ايه؟ لا انا اتس اوكي، يعني ده تغيير كبير في حياتي وانا محتاجاه له، وانا عشان اعمل تغيير محتاجه حد يزقني عشان اعمل الكلام ده، فبسكت وخلاص. بعد كده ابتديت اقول لا، ده كده احسن بالنسبه لي، لان انا هبقى ادرس وهبقى ده احسن لمستقبلي. فالواحد دايما بيخش برفض الاول وبعد كده بيبقى تقبل للتغيير، وبعدين في الاخر بيمشي مع التغيير وبيستسلم له وبيقبله في الاخر. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انت مثلا لما بتيجي عندك في شركتك وعايز تقول للناس استعملوا ريفت بدل اوتوكاد، الكل بيستعمل اوتوكاد، محدش عارف الريفت، وبتحاول تديهم كورسات بس هم رافضين. ليه؟ لان هم متعودين على الاوتوكاد ورافضين الريفت. فبتلاقي في نسبه كبيره اللي هم بيحبوا التعليم والتغيير وعايزين يتطوروا، تقول لهم جاريين جاري وراك وعايزين يتعلموا وعايزين يتطوروا واخدين التغيير بقلب جامد. في مجموعه صغيره كده تلاقي قاعده في الركن لوحدها كده، دي بتقول لك لا انا مش هشتغل غير اوتوكاد، هو ده اللي انا عارفه. وده تلاقيهم شويه في الناس اللي هي ما بتحبش التغيير. فدول بيعملوا ايه؟
بيفضلوا قاعدين كده ساكتين ما بيعملوش حاجه، يتفرجوا على الناس اللي بتتغير وهي بتتقدم. بعد شويه يقول لك ايه ده، طب وروني ده ايه ده، ده اللي هما بيعملوه ده جايب نتيجه كويسه والريفت اه والله ده كويس، ده بيطلع فايلات اسرع وبيطلع داتابيس كويسه وبيعمل كذا، فيقعدوا يتفرجوا كده على اللي بيحصل. بعدين فجاه يقول لك ايه، طب وريني بقى علمني بقى الحاجات دي عشان اشوف هتجيب نتيجه ولا لا. فهي دي اندنج لوزنج ليتنج جو. الاول بيبقى رافض وبعد كده بيقول لك ها ماشي، يبتدي يفك شويه وبعد كده يقول لك طب خلاص خلي بقى الدنيا تمشي. لما بعد كده في الناتشرال زون اللي بقى خلاص بقى تقبل التغيير، وبعد كده نيو بيجيننج هيبتدي يشتغل معاك ويبقى كويس ويشترك معاك في التغيير. فده دي نفسيه البني ادم لما بتيجي تعرضه لتغيير كبير في حياته، سواء كان في طريقه الحياه بتاعته او في التكنولوجي الجديده اللي انت هتديها له او في طريقه الاداره او في طريقه العمل وات ايفر اللي انت هتغيره له. تمام؟ فانت تاخد بالك شويه بس ان الحته دي انا هتحتاج منك صبر شويه، لان مش كل الناس هتبقى ماشيه معاك في التغيير ده وتقول لك اه اوكي امين. بعد كده تعالى نشوف طب التغيير ده هيبقى محتاج ايه، مين التيم اللي هيعمله. طبعا الدايركتور اللي هو حضرتك كصاحب مكتب انت المسؤول عن كل الكلام ده، لان انت اللي حاطط الفيجن وحاطط الميشن وحاطط الاستراتيجي مع بالاشتراك مع كل مستويات الاداره اللي عندك في المكتب. بعد كده بتعين ليدر، واحد تحتاج بالظبط يعمل ايه، هو اللي هيبقى مسؤول او هو احنا بنسميه البطل، يعني اللي هيمشي في مسؤول عن تنفيذ كل الكلام ده ومراقبته وتصحيحه وبيوصل لك تقارير عن ايه اللي بيحصل. والتشينج ايجنت بقى اللي هم الهيومن ريسورسز، المفروض ان هم ده دورهم ان هم بياخدوا منك الخطه دي وبعد كده بيوزعوها على الليدرز وعلى كل المديرين اللي هم في الليفل الاقل، بحيث كل واحد فيهم يبقى له دور في التغيير ده، سواء كانت كمراقبه او اللي هو المونيتورنج، سواء كان في الايفالويشن، في طريقه الاداره، في طريقه العمل، في طريقه التصحيح، طريقه وات ايفر. دول هيبقوا هم هنسمي مثلا لو ده الاستراتيجي هيبقى ده التكتيك، هيبقى ده ايه implementation او بنسميها اللي هي الاوبريشن. الستيك هولدرز بقى دول اللي هم الموظفين اللي هينفذوا فعلا، يبقى دي كلها مسؤوليات اداريه وهنا مسؤوليات تنفيذيه، دول هينفذوا بايديهم. وهتلاقي بعد كده في كل سلايد من دي بالتفصيل كل واحد فيهم دوره ايه. تمام؟ انا بس مش عايزه اطول عشان الفيديو هيبقى طويل شويه وحجمه كبير. تمام؟ فكده ايه فهمنا بصفه سريعه كل واحد فيهم دوره ايه في التشينج ده. طيب هتبتدي ازاي؟ انت لما بتبقى ايه اللي بيخليك تبقى عايز تعمل تشينج؟ هل الدنيا ماشيه معاك وفي بروفيت عالي وكل حاجه زي الفل؟ خلاص يبقى انت مش محتاج تغيير ولا محتاج تعمل حاجه. فانت في الاول قبل ما تعمل خطه تغيير لازم تسال نفسك Do I know the changes؟ انا عارف انا عايز اعمل ايه وعايز اغير ايه؟ طب انا عارف ايه الامباكت بتاعتها؟ هل انا عارف ايه البنفيتس بتاعتها وايه المشاكل بتاعتها؟ لان خلي بالك انت التشينج دي لو انت عملتها انت مش في اي وقت تقدر تعمل تشينج. لازم تشوف الاول لو انت عندك مثلا شغل كتير او مشروعات كتير عايزه تتنفذ فانت ما عندكش موظفين فاضيين، ففي الحاله دي هتبقى ستريس عليك، هيعتبر بروجكت بالاضافه للبروجكتس اللي عندك. تمام؟ فلازم تسال نفسك هو ده ايه اللي انا عايز اعمله بالظبط والامباكتس اللي هيحصل وكل حاجه. Can I explain them to anyone I work with؟ يعني هل انا محتاج ان انا او قادر ان انا اشرح الكلام ده لكل الناس اللي بتشتغل معايا ولا لا؟ هل انا حاسس ان التغيير ده فعلا هيبقى له نتيجه كويسه؟ هل التغيير ده هياثر على الورك لود اللي عندي على الناس اللي موجوده معايا؟ طب ازاي انا هكوميونيكيت مع الناس بقى واقول لهم ايه اللي هيتعمل في كل الليفلز عندي؟ طيب Are there other parallel projects that will have an impact on the change I'm managing؟ هل ده هيبقى له تأثير سلبي على المشروعات اللي شغالة معايا ولا لأ؟ طيب will the change impact the same group؟ يعني لو أنا جيت عينت الجروب بتاع التشينج وهم معاهم مشروعات تانية هل هيأثر عليهم ولا لأ؟ لازم أصحى للكلام ده كله وآخد بالي منه كويس قوي. بعد كده where to start بقى؟ What change will happen and when؟ بحط بقى خطوات وبعمل الفيزز بتاعتي وانا هعمل ايه؟ وبعد كده بشوف ايه الامباكت زي ما قلنا، بحيث ان انا احاول اعمل خطوات تقلل على قد ما استطيع الامباكت اللي هيبقى على الناس وعلى البروجكت وعلى سير العمل عندي في المكتب. هل التشينج ليدرز دول عارف كل واحد فيهم المسؤوليه بتاعته؟ وهل هم هيبقوا ملتزمين بيها ولا لا زي ما انا متوقع؟ طب هل التشينج اللي انا هعمله ده هيبقى هيتم بنجاح في زي ما حصل قبل كده ولا لا؟ Can we learn from what the هل احنا ممكن نتعلم بايه اللي ممكن يحصل وايه اللي ما اتعمل، ايه اللي اتعمل ايه اللي ما اتعملش؟ هل لو عندي تجارب سابقه قبل كده في التغيير هل انا اتعلمت من المشاكل عشان اتفاداها المره دي في الخطط بتاعتي ولا لا؟
طيب هل في فعلا ثقة بين الناس وبعضها، بين المديرين والناس اللي تحتهم، بين التيم ليدرز والمهندسين؟ لازم يكون في ثقة عشان الناس تثق في الكلام اللي بيتقال فتصدق فترضى انها تعمل كل الكلام ده. طيب امتى هيكون الكوميونيكيشن يكون مهم بالنسبه لي، واقدر بقى اروح اقول للناس، امتى اقول للناس ان احنا هنبتدي، وامتى انا اتدخل لو حصل في مشاكل؟ الكلام ده كله لازم يكون مخطط له كويس قوي. طيب ازاي انا اوصل رساله واضحه وتكون مشوقه وتشجع الناس انها ايه تبقى تانجيج او تخش معايا في الموضوع وتحقق؟ طيب ايه هي الكونسيكونسز اللي ممكن تحصل، اللي ممكن يخلي التشينج ما يتحققش؟ ان يكون الاستراتيجيز اللي انا حاططها ما بتتحققش صح زي ما انا عامل. انا حطيت استراتيجي وحطيت خطوات وحطيت فيزز وحطيت كل حاجه، بس ما فيش مونيتورنج صح يتاكد لي او ياكد لي اللي انا عملته ده بيتنفذ حقيقي. الري انجينيرنج تيكس تو لونج. انا عايز اغير في الهيراركي بتاعي عشان يتماشى مع التغيير، او عايز اعمل اي تغيير عندي في الاورجنايزيشن، خدت وقت طويل جدا، فالناس ملت، فالناس بدات ما تبقاش انترستد، فالناس بدات ما تهتمش، مش عايزه تعمل حاجه. ان الكواليتي بروجرام دون ديليفر، اللي انا عايز اعمله عشان ازود، عشان يعني احقق الجوده، ما بيتعملش بطريقه عشان تديني ريزلتس حقيقيه. يعني في ناس كتير جدا للاسف بتروح تقول انا عايز اخد ايزو، وهي كل الحكايه بتثبت في ورق، لكن هي ما بتعملش حاجه، ما بيأثرش ده على الكواليتي بتاعه الشغل بتاعها. لو انت ده من الاول يبقى سوري، ما تعملش حاجه، خليك قاعد زي ما انت احسن. لكن لازم لما تكون عايز تخطط لتحقيق جوده، لو سمحت تحط خطوات تخليك تبقى متاكد 100% ان اللي طالع عندك الديليفرز بتاعتك طالعه بجوده احسن، ان الكوميونيكيشن احسن، الكوردينيشن احسن، الصله بين المكتب والسايت احسن كتير، فالاخطاء بتقل كتير، فانت بتقدر تحقق المشروع يخلص جوه المكتب بسرعه وفي السايت بسرعه وبجوده عاليه جدا جوه وبره، ففي الاخر بتكسب ثقه العميل، فبتزود البروفيتس بتاعتك، فبتقدر ان انت تاخد منه مشروعات اكتر، وبالتالي بتبقى ماشي صح. طيب ايه هي المشاكل اللي ممكن تخلي ان التشينج ده ما يكملش صح، او ان هو ما ينجحش؟ يعني لو انت عملت حاجه ولقيت ان الورد بتاعها حلو قوي، فانت كده اتبسطت وحسيت ان انت بقيت زي الفل، وان الدنيا عندي انا كده تمام وكفايه، ده معناها لا، ده كده اسمه غرور، معناها ان انت كده ايه في بدايه سلم الهبوط، مش ان انت هتنجح. او ان انت لما تعمل خطه للتغيير عندك السي او او الناس الكبار، لو انت في شركه كبيره ما بتديكش الدعم الكافي، عمرك ما هتعرف تعمل حاجه. التغيير ده ما بيبتدي من التوب لتحت، زي ما هو برضو مهم من تحت لفوق، بيبقى برضو الطب ده مهم جدا. ليه؟ لان الناس لما بتحس ان القيادة الكبيرة موافقة وبتدي دعم، كله بيسمع الكلام. التقليل من قيمة الفيجن نفسها، يعني انت بتقول ايه يعني ايه فيجن وميشن؟ لا، زي ما قلت لكم قبل كده، لما بيكون في دماغك في رؤية معينة او فكرة معينة، وانت مؤمن بقوتها وتأثيرها عليك وعلى بقية المكتب ان هما يتحقق، لو انت مش مؤمن ده عمرها ما هتحصل. دايما الواحد بتبتدي تحقيق الحلم بتاعه بانه مؤمن بالحلم بتاعه وبيسعى فعلا لتحقيقه. بعد كده ضعف التواصل مع الرؤيه، زي ما قلنا ان انت بتشتغل في سكه والرؤيه بتاعتك في سكه تانية خالص، ده معناها ان انت ما فيش عندك سكه واضحه، ما فيش طريق واضح بتمشي عليه. لما تحصل لي اي مشكله اقف ما اعملش حاجه، يبقى اقول ايه ده الدنيا كده مش ماشيه، لا يبقى انا كده الدنيا يبقى خلاص مش هكمل. لا، ان انت تسيب ان الفشل في خطوات معينه يوقفك عن ان انت لا ده انا بقول لا ده انا فشلت في الحته دي، لا ده انا هدوس عليها وانا هشوف وهتعلم من المشاكل اللي فيها وهغيرها وابقى احسن، لكن تسيبها انها توقعك لا مش هينفع. بعد كده قلنا الاحتفال بالنصر المبكر، ان انت لو حققت حاجه ولقيت ان فيها بتدي تحقيق بتديك نجاح كويس، بتروح ده كده حلو قوي، تقعد بقى وتفقد الحماس، لا خليك دايما في حماس، في اصرار، في مثابره. وطبعا ان انت ان انت تاثيرك على الناس وعلى ايمانهم بالفكره وبفكره التغيير للاحسن والكلام ده، لازم تكون جواك قويه جدا عشان تقدر تزرعها في الناس وتخليها دي الكالتشر اللي الناس كلها بتمشي فيها. ده مهم جدا جدا جدا، لو ما عملتش كده محدش هيؤمن باللي انت بتعمله، زي ما قلنا محدش هيمشي عليها. طيب فاينل تيبس بقى في الاخر، بنقول ايه؟ لما يكون عندك ما عندكش اجابه لاسئله، لو حد سالك حاجه وانت ما عندكش الاجابه بتاعتها، ما تحاولش تتطوع وتقول حاجه انت مش فاهمها ولا تقول حاجه غلط، عشان هتتمسك عليك، ما فيش داعي.
لازم تبقى فاكر ان التغيير ده هو مشروع فاست بريك، يعني ايه اتس ماست ان هو يتعمل دلوقتي، فانت محتاج في الحاح وفي يعني كانه بالظبط مشروع من المشروعات الجديده اللي بتحصل دلوقتي اللي لازم تخلصه في خلال اسبوعين. طبعا انت مش ممكن هتعمل تغيير في خلال اسبوعين، ده هو بس ان وجوده في المكتب لازم يتحط من ضمن المشروعات اللي انت لازم تحققها دلوقتي، حتى لو هتاخد وقت طويل، بس في خطوات بتحصل لتحقيقه. تمام؟ لازم تعرف الفيدباك من المديرين ومن الموظفين، ده مهم جدا عشان تتعلم وعشان تعمل كوركشن سريعه. لما يكون حد بيسالك وانت ساكت او انت ما بتتدخلش في حاجه او انت بعيد شويه، حاول ان انت ما تقعدش كده كتير، عشان ده ممكن يخلي الناس تقعد تطلع اشاعات وتقول لا ده انت مش موافق، لا ده مش مؤمن بالموضوع، لا ده هو دبسنا في كلام ملوش لازمه، فبلاش تقعد فتره طويله ساكت. حاول دايما وانت بتعمل اناليسز للداتا اللي بتاخدها حوالين التغيير وايه اللي بيحصل، ان انت تفل الجابس دي بسرعه عشان ما تخليش حد يدخل في يقول كلامه ويتطوع ويعمل حاجه غلط. وزي ما قلنا as a leader force yourself to be in the front، يعني خلي دايما انت متواجد وحس، خلي الناس تحس بوجودك معاهم، لان ده هيشجعهم اكتر ان هم روحهم المعنويه تكون عاليه جدا فيحققوا اللي انت عايز تعمله. بس ده كده ازاي نعمل تغيير في المكان وازاي نعمل تغيير في الاداره. اسمحوا لي ان اول اسايمنت هناخده هو ان انت هتقول لي في بعض الاسئله كده اللي انا اديتها لكم في المحاضره اللي فاتت، تقول لي ايه هي الكالتشر بتاعه الكومباني بتاعتك، ولو انت عندك بلان للتغيير ايه هي، لو سمحت تكتبها لي. تمام؟ وفي فايل انا هحطه لكم هيبقى فيه كل الكلام ده ظريف جدا، هيشجعكم يعني هيديكم زي اكزامبل كده ازاي بنعمل تشينج مانجمنت، ازاي نعمل لها بلان بتاعها وازاي نعمل اسسمنت وكل حاجه. وشكرا.